سهرنا لا ورزا وباب وشبابيش خضرا من مدامعنا اكون متغفشت وياك يا هالاوادم كلها والجنه وجدت وادينا موش تراب بتشان القفل بالباب. رحل الشاعر مظفر النواب أحد أشهر شعراء العراق بالعصر الحديث عن عمر ناهز 88 عاما تاركا للأجيال إرثا شعبيا كبيرا. سيدتي أيقتلك البرد فما يقتلني نصف الدفء ونصف الموقع أكثر. عاش صراعا مريرا مع المرض وتوفي في مستشفى الجامعة بالشارقة بعيدا عن وطنه. أكمل دراسته الجامعية في جامعة بغداد وأصبح مدرسا، لكنه طرد لأسباب سياسية عام 1955 وظل عاطلا عن العمل 3 سنوات في وقت كانت أسرته تعاني الفقر. التحق بالحزب الشيوعي العراقي وهو في الكلية، وبعد ثورة 1958 تم تعيينه مفتشا في وزارة التربية. وفي عام 1963 اضطر لمغادرة العراق إلى إيران وتعرض هناك للاعتقال والتعذيب وأعيد قسرا إلى البلاد، ثم أصدرت محكمة عراقية بحقه حكما بالإعدام بسبب إحدى قصائده وخفف فيما بعد للسجن المؤبد. تركض تشيل الجنط والحزن علما ناس ما منهم قمر ناس ما يسمون خاشوقة شكر. سجن في نجرة سلمان ثم نقل إلى سجن الحلة، وبعدها هرب من السجن وتوارى عن الأنظار وظل متخفيا في الجنوب والأهوار. في عام 1969 صدر العفو عن المعارضين فعاد إلى سلك التعليم وشغل منصب مدرس في إحدى المدارس، ثم غادر إلى بيروت وبعدها إلى دمشق وظل يسافر بين العواصم العربية والأوروبية، كما تعرض لمحاولة اغتيال في اليونان عام 1981. اشتهر بقصائده الثورية اللاذعة ضد الحكام العرب. أقسمت بتاريخ الجوع ويوم الصغبة لن يبقى عربي واحد إن بقيت حالتنا هذه الحالة بين حكومات الكسبة. واستخدم عمله بإثارة المشاعر ضد الأنظمة القمعية. من أبرز قصائده: القدس عروس عروبتنا، مرينا بكم حمد، يا قاتلي، زرازير البراري، وقصائد أخرى عديدة. مرينا بكم حمد وإحنا بغطار الليل، وسمعنا دق هوى وشمينا ريحة ليل، يا ريل صيح بقهر صيحة عشق، يا ريل فودر هواهم ولك حدر السنابل قطع.